طيب هند، فين كتشوف راسك يعني في مستقبلا؟ واش انت متحمسه انك تكرري التجربه الغنائيه مع انك تتعترف بان يعني ما عندكش مؤهلات صوتيه وانما عندك مؤهلات اخرى، او كتشوف راسك في التمثيل، او ربما غادي يعني تركز اكثر في الاطلاله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، او غادي توجه التمثيل؟ فين كتشوف هند السداسي نفسها يعني مستقبلا؟ هو ان شاء الله عندي عمل جديد قريبا، اغنيه جديده غادي تنزل. انا كندير، انا المجال الفني عموما كنديرو زعما بوغ لو بليزير، ماشي ما بغيتش الناس ياخذوها غلط هذه الكلمه، ولكن انا ما معطلاش عليه، ما ولاش عليه، يعني ماشي هو مدخولي، سي با ان ميتي عندي. فنقدر اليوم وغدا نفيق ونقول صافي انا ما بقيتش بغيت هذا الشيء، ما نشوف راسي في حاجه اخرى. يعني من هنا للقدام صراحه كنشوف راسي مرا، عندي داري، عندي وليداتي مقابله راسي، وانا سورتو انا عزيز عليا اللباس بزاف وعزيز عليا هذا، فنقدر ندير شي يعني حاجه مشاريع ليا غدا. بالنسبه للتمثيل، واش فعلا عندك هاد الرغبه في دخول عالم التمثيل؟ التمثيل جاوني عروض، ماشي مره ماشي جوج، ولكن الظروف ديالي ما كتسمح ليش. بالنسبه ل انا ما جالساش في المغرب على طول العام. يعني ثلاث شهور في شهر. نعم لاله هند، بالنسبه ل كنتي كتهضري على انه ربما تفيق اليوم ولا غدا ما تفيقيش في المجال الفني بصفه عامه، واش لان عندك نقدروا نقولوا بان دخولك للغناء ربما ولا المجال الفني تحديدا خسرك شي حاجه؟ خسرك صداقات ربما، خسرتك شي حاجه؟ شوف، هو ما تحتاجش المجال الفني هو اللي غادي يخسرك الصداقات، زعما داك الناس تقدر تكسب ناس وتخسر ناس في النهار عادي. اللي كيخلي الصداقه تدوم واللي كيخلي المعرفه تدوم هي المصداقيه، هي الواحد يكون كوريكت. المجال ديال الفن بعيد على هذا الشيء.